وهو ينشد قصيدة أمية بن أبي الصلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هيه زد زد، ويقول الله يقول وفوق العرش رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم كفر قلبه، آمن لسانه وكفر قلبه، لأنه كافر وما أسلم أمية بن أبي الصلت. فالشاهد أن الشعر له حضوره له قيمته، لا في عند نبينا وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حتى عند العرب أول، ولا عند الناس والأمة والعرب، فهو ديوان العرب. فيه الحقيقة اليوم عندي قصيدة مع الشاعر الكبير الفحل، وأحيي من هذا المنبر الشاعر راشد بن جعيثن. نعم أي والله. فأبو محمد زرته تقريبا قبل يومين في مزرعته اللي في عريض، جلسنا جلسة يا ريتك دعيتها للمجلس، لبيه دعيته كلمته والله البارحة، وقلت يا أبو محمد أبا مرك وبراس الخدمة بروح أنا وياك. قال يا فرحان، قلت نعم. قال لو أروح لقناة الواقع شرهت علي القنوات الأخرى وكلهم يدعوني، يقول وأنا ما أستطيع. الرجل دحين الله يطول عمرك وعمره كبير في سنه، فلذلك حق الزيارة له هو أنه يزار في مكان. اللي يبغى تروح لنا زورها إن شاء الله أنه وياه. طيب ما عليه أبو محمد بخير، ولأننا نزلنا عنده في الشعب ما شاء الله في النخل، ويوم تونا جايين مع الساعة 5 وزيادة شوي قال نبي نروح للإبل، وكلها في عريض ما شاء الله. هم رحنا الإبلة، هم جلس ما شاء الله يغرد بنا في عالم الشعر وفي عالم التاريخ، حتى سبحان الله العظيم أبو راشد من أغرب ما يكون يقول كانت الجزيرة عام 700 ما فيها مساجد، كلنا وشوية قال حسينيات، كلنا حسينيات، قال حسينيات عند في وقت بنو الأخيضر قديم. ايوه كان هذا معتقدهم قبل 700 وين قبل 700 سنه، ولله الحمد ولله نحمد الله. الشاهد يا طويل العمر ان هذه القصيده، ثم رحت وداعبت ابو محمد بهذه الابيات ورد علي يستاهل ما شاء الله، فاستخرجها باذن الله عز وجل، لان اذا قلت القصيده لازم اكررها كذا شوي، ثم حتى يعني أوبا. نعم ترى القصيد يحط على المنابر. أيوه. الحكم لا شك، والله يخطبه بالخطبه ما شاء الله. هذه القصيده مطلعها يقول لبيه يا راشد، طبعا كنت من متابعي الراشد قبل فوق الأربعين سنه ما شاء الله. وكان هو استاذي في الشعر من اساتذتي، لا هو ولا علي بن محمد القحطاني الله يذكرهم بالخير. واقول لبيه يا راشد عسى عمرك السنين ذكرتني بايام عتره شبابي، لبيه يا راشد عسى عمرك سنين ذكرتني بأيام عترت شبابي، راوي مورخ شاعر واحمر العين واخوني يا ابو محمد عزيز الجنابي، متابعينك تنحصى بالملايين اللي قريب منك واللي غيابي، يلي سكنت بنايفات البساتين بعريض ما بين السهل والهضابي، نفرح بشوفك يا جليس السلاطين لك بصمة في كل حل وجوابي، دندون من ربع كرام دنادين وعفاك يا ابن جعيثن القاف شابي. سلامتكم أبيات صح بدك تسلم. رد أبو محمد يقول فرحان ولا عليكم زود، فرحان من رؤوس الرجال الميامين دواسر عند اللقاء ما تهابي، ما عليكم زود اليثار عجل خيل بين الحفيفين وتسلحوا بسيوفهم والحرابي، يكتب لهم نصر على اللي معادين يحسب لهم في كل حال إحسابي، وخلاف ذا يوم الأحد ليلة الاثنين كتبت له عقب الأخيرة الكتابي، شاعر كبير وبالشعر له عناوين والشعر بالدعوة جزيل الثوابي، على مهب الشعر فارس ميادين به يكتمل عند القصيد النصابي. وسلامة الجميع، الله يسلمكم طول عماركم. وهذه القصيدة عاد نحزاها في عطنا اللي عندك برا مفتوح عليك، سرى البراق صوب الدير اللي جوها نسمات، سحايب يوم نشت ليتني والله مخاويها، مع نوضه سرابي هاجسي يا مجمل اللحظات، على بلاد بقى تاريخها بأعلى مباديها، من ديار الملوك العاصمة دار لها الوقفات، مع جيرانها في الضيق بانت بضياديها، ديار اخوان نوره لغرابه هم هل الفزعات، لهم كل الجمايل بول الدنيا وتاليها، على الطبلون بنطل غترتي وجدد الهقوات، لين اقف على نخيل واشوف السيل يسقيها، على ذا العين يسقالي زمنها وابرك الحزات،
على ذا العين يسقالي زمنها وابرك الحزات زمان من غلاته بطن كفي كيف بصخيها اسمعنا بالحياة صوب الديار اللي لها طربات وبتانا يوم جتنا أخبارها تمشي مسانيها ولكن ويش ينفع يا محمد خنقة العبرات ولا يبري الحثومة لين تاطر رجل واديها وشوف السيل يمشي والعجام تصب زعجميات شجرها طافح تحت الزبد سيله يغطيها تجلى نور دار نورها غطى على الشمعات هلم بالديرة اللي فز قلبي عن طاريها هلم بالديرة اللي يوم شفت جبالها بالذات من اللي من غلاها وسط قلبي قمت نبكيها غلاها والله إن في حشايا حس له للذات ولكن الظروف اليوم تحكم وقت راعيها ديار الرجال شروا من عندي ديار الرجال اللي لهم في المرجلة هقوات خذوا كل العلوم اللي تنوم السناء معانيها سلامتكم ما شاء الله مجيد وشيخ والله يا أخي حمستني تسلم يا براشد